تبون لك ديديب راح غدار بحال الديب. واللي يقول خوا خوا خاصو غير راوا وقيل بها الدوا راها مشات الوجدة الحجة منيب مشات الوجدة قالت ليهم الهضرة دي تبون قالت ليهم نسترجعوا أموال الشعب ونعاودو نستثمرهم راها تهدر كيتبون الحجة منيب كيتبون مشات الوجدة تزوخ والدوخ قالت البيوي راه متجون هادي لوكازيون ناخد بلاصتو رحنا فايقين وعايقين المراقية راهم واقفين يا ودي خلونا عليكم هانين يا ودي يا ودي يا ودي اللي كاين فيني هما صحاب خوا خوا كيحسوا راسهم زعما فيهم الإنسانية وفيهم الدين وفيهم الإسلام نصابة كلهم نصابة وكلهم كيقلبوا كيفاش شوف والله العظيم واحد الصديق زفت ليا واحد ديسكور ديال منيب درتو في وجدة وكتقول ليهم صاصي في بنادم كيخون 20 مليار وكيطلقوه 20 مليار بالحجة كيطلقوه بغيت غير نعرف شكون هو هذا اللي خون 20 مليار قال لك ما دوش نهار ديال الحبس بغيت نعرف شكون هو هذا جبدوا لينا حنا نحاكموه لا قال لك غادي نمشيو للشفارة زعما مع مديوي مشدود بغا تدخلو في الناعورة زعما راه هذا قال لك مشيو نسترجعوا الأموال ونستثمروا الهضرة ديال تبون كتهضر الهضرة ديال تبون سبحان الله العظيم قرات حتى عيات ومشات لواحد عنده غير الشهادة ابتدائية تبون وهادوك خوا خوا اللي كيزفطوا ليا في واتساب على الشيطان وهادي راه فيتنا ولا كشي هادي راه فاتنا ماشي فيتنا هادي فهمتي اجي لا شوف كاع ما تحلموا لي زالجيريان التبون غادي يلغي لا كوب دافريك ما غاديش تشاركوا فيها وهاديك اوندر ما اللي كتحلموا بها ياك ما حسبتو راه مصر غفلتوهم ما كانوش عارفينكم كون كانوا عارفينكم مصر ديروا هذاك الشيء كون زرتو لكم الصعايده يهرموكم مزيان قال لك المهم لا بغيتي تسمع القضيه لو كنتي الجيريان غيان دو غيان عندك النفس وعندك الاخر ما تجيش للمغرب علاش تجي للمغرب علاش تجي دير في المغرب اجي غير تمرض غادي تفرقع لك المراره داكشي اللي كتسمعوا على المغرب ما غاديش تشوفوا وغادي تمرض خويا اش بغيت بيك انا كاع راسي اللهم نبلوكيك سد عليا راسي لك نجيو برا وبحرا ايوا لا الدوله ما دارتلكمش الفيزا هنا غادي يكون حساب اخر خاص لا الدولة ما دارتلكمش فيزا حنا عندنا إرادة ديالنا هناك إرادة شعبية وهناك صوت الجماهير اللي غادي يتجاوب معاكم كاين صوت الجماهير اللي غادي يتجاوب معاكم نتوما فرحتوا كتقول لك نتوما تفرحوا ولا ما تفرحوش انا والله ما معمر راسي بداك الفرح ديالكم داك الفرح ديالكم والله ما معمر بها راسي بالله اول حاجه بعدا خصني انا ما نكذبش عليكم غادي نحط شكايه باي واحد نلقى عنده التمر جزائريه في البلاصه غادي نعيط الريبريسيون دي فروت ولا ما دارش خدمتهم نتابعهم هما اي واحد نلقى عنده التمر جزائريه غادي نعيط سيرفيس ديجيان وسيرفيس ريبريسيون دي فروت مصلحه حفظ الصحه ومصلحه قمع الغش واي مغربي خصو يديرها اي مغربي